اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج ملامح. ملمحنا النهارده بنتكلم فيه عن مشروب يعتبر من اساسيات البيت الصعيدي. زي ما بيقولوا ناس كتير مش بتبدا يومها غير لما تتناول هذا المشروب. بنتكلم عن فوائد كتيره للمشروب ده، خصائص كتيره هنتعرف عليها، عن ليه البيوت الصعيديه بتحب يكون دايما عندها مشروب البن او القهوه. تابعونا في حلقة مميزة من برنامجكم ملامح. مشاهدينا مرة تانية، زي ما قلت في البداية هنتكلم عن مشروب البن أو القهوة، إزاي هي يعني متواجدة في الصعيد بشكل كبير، يعني بنشوف ناس كتير بتتناول المشروب ده بشكل يومي. يمكن جينا أحد المحلات المشهورة هنا في مدينة الأقصر علشان نعرف منهم كل حاجة عن المشروب ده. أهلا بيك أستاذ حماد. الله يخليك، الله يخليك، كل سنة طيبين يا ست الكل، الله يبارك فيك، شرفتونا والله، الله يخليك. دلوقتي أنا عايزة من البداية خالص، يعني اللي عايز يتعرف على يعني القهوة أول ست الكل، ندي فكرة للمشاهد عن أصل البن، اتعرف ازاي وبدايته ازاي وجه ازاي. من حوالي 4000 سنة كان في قبيلة في اليمن كان فيها راعي أغنام. راعي الأغنام ده كان بيلاقي الأغنام بتروح تأكل من زهرة معينة أو شجر معينة، بس بعد ما بيمشي بيها لمدة ساعة أو ساعتين بتحصل لها حالة من الإفاقة، نشاط إنها تجري تتفطر كده، باور يحصل لها باور. فاتبعوا الشجرة دي، اتبعوها وخلوها تكبر، ولما كبرت طلعت الثمار بتاعتها اللي هي دي الثمار الأصلي، البن الأخضر بتاعها. ده في منه حوالي 15 نوع. ابتدوا الطلاينة الإيطاليين يعني أخذوها وطوروها، طوروها دخلوها في تحميص وحللوها وعرفوا إن فيها نسبة كافيين وإنها مفيدة مفيدة يعني للقلب ومفيدة للصحة ومفيدة للإنسان، لأن فيها عوامل أكسدة كثير. بس وطوروها، ومن هنا الناس عرفت ثمرة البن أو شجرة البن. وابتدينا إحنا بقى إيه، يبقى في بن أنواع، يعني الفرنساويين يحبوا النوع ده، ده اسمه إكسبريسو. بص كده حضرتك لو مسكتيه بيدك هتلاقيه خشن زي الرملة شوية، امسكيه. ده زي البهارات، ده ناعم خالص، ده البن التركي اللي احنا بنجيبه، ده راح تركيا، ده واخد بال حضرتك. ده بيستعملوه الغامق بتوع الجبل والصحراء، بيستعملوه بيعملوه جبنه، العباب ده بتوع اللي هم رعاة الاغنام، بيخلطوه عندهم بيخلطوه بالجنزبيل، يخلطوه من الجنزبيل. كل حاجه البن الاخضر المطحون ده، اخضر مطحون ما دخلش نار، ده فيه نسبه كافيين عاليه جدا، بيشرب بعد الاكل، مذيب للدهون، نافع في التخسيس جدا جدا. يعني في ناس اخذته من عندي مسافه اسبوعين جاب معاها نتيجه، ويشرب بعد الاكل مباشره لان بيذيب الكوليسترول والدهون اللي في الاكل فينه، واخده بال حضرتك. يعني ايه ده، ايه تاني ده، البن، بن بالبندق، بن بيضيفوا له كريمر، الحاجات الحديثه بقى، الحاجات الحديثه. يعني في كذا نوع، مثلا متحمص بس مش جامد، صح؟ متحمص بس ده نوع وده نوع. ده برازيلي، انت بتعرف ال بعرفه انا، ده برازيلي واندونيسي، ده حبشي وبرازيلي واندونيسي، بيبقى طعمه احلى شويه، طعمه واحد بس نسبه الكافيين بتختلف، بتبقى اعلى شويه في الحبشي. احنا كده دي الانواع اللي انت بتبيعها بالظبط، وفي انواع ثانيه كتير بس انا جايب اللي ماشي في السوق، لان ما حملش نفسي برضو انا بفلوس وبضاعه وهتقعد عندي، لا انا بدور على طلب الزبون، ايه الزبون عايز ايه. نقدر نقول ان كله ده مستورد؟ ما اكيد كله، ما فيش. زراعه البن فشلت في دول كتير، ناجحه في دول اليمن اللي فيها رطوبه عاليه، امريكا. هقول لك دي خصائص معينه، بيقول خصائص معينه في زرعه، لازم الرطوبه تكون عاليه جدا تتعدى 80% و90%، زي اليمن، امريكا الجنوبيه، كولومبيا، البن الكولومبي، الهند،
اثيوبيا، الحبشه، البلاد اللي لازم فيها جو حار رطب عشان تنجح زراعه البن. ما شاء الله عليك يا استاذ محمد، عندك معلومات. هل انت بقى علشان بتبيع؟ ما ينفعش ان انا في الوجه البحري في القاهره في الشرقيه في المرفيه ازرع قصب، ما ينفعش في الصعيد ازرع قطن. واخد بال حضرتك؟ الجو ليه عامل اساسي ودور اساسي في نجاح نوع الزراعه والمحصول. بس بقالك كم سنه شغال في الموضوع؟ لا 98، حوالي 25 سنه والله. وش معنى البن بقى تحديدا؟ والله الموضوع جاب الصدفه كده، كنت مره يعني مش عايز احكي الحكايه، بس انا كان جيشي في القاهره، وعشان انا مع سياحه وفنادق كنت مسؤول على البوفيه، فكنت بنزل اشتري البن، فضربت صحوبيه مع الراجل صاحب محل البن، بالرغم ان انا كنت زعلان ان جيشي جا في القاهره. فبعد ما خلصت جيش بسنه سنتين رحت زياره للراجل ده، وعسى ان تكرهه شيئا. فاخويا حسن الله يرحمه قال لي يا حماده هات لي معاك نص كيلو بن محوجي ونص كيلو ساده. فرحت قلت له يا عم صلاح هات كيلو بن محوجي وكيلو ساده، ما عندناش محلات بن في الاقصر. قال لي طب ما تفتح يا محل بن. قلت له لا ما عنديش وقت الكلام ده، قصه ده. السياحه طبعا دخلها وعائدها احسن من الكلام ده. الموضوع ابتدى هزار قلب جد، واتجوزت وجبت اربع عيال، وعبد الله خلص تجاره انجليزي واشتغل، وعمر في كل السياحه وفنادق. لا يعني واضح ان انت لا، بس بعد كده انت وبتتكلم عن البن بتتكلم بمزاج. لا ما طبعا حتى كده، ما هو لازم العمل بالنسبه لي ما يبقاش اكل عيش، لازم العمل بالنسبه لي يبقى يعني احبه. لو حبيته هطور ايه يعني، هطور نفسي. هطور نفسي، هبص ممكن بن ساده وخلاص بالظبط كده. لا انت الحمد لله حضرتك بالصدفه دخل الزبون قدامك. أيوة. قال لك انا مع الناس دي ليها يمكن 20 سنه. أيوة. وفي ناس كتير الحمد لله يعني طلعت من المحل من جوه، جيت بره جوه رايه، جيت هنا جوه رايه. وفي ناس كتير مقيمه في القاهره طبيعه عملها في الاقصر، هي والناس دي بتاخد البن من هنا، تقول انت الحمد لله حاجتك كويسه وسعرك كويس. الحمد لله. المطحون ده بقى انت بتطحنه ولا بيجي لك مطحون؟ لا بيجيني حب كده محمص وانا بطحنه. بس بيجيني حب بناء على انا بحدد عايز ايه. يعني انا بتعامل مع بتاع القاهره بقول له تخلط لي ايه مع ايه؟ لان البن ده فيه برازيلي وفيه روبستا. روبستا اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى الاندونيسي. الروبستا ده الاندونيسي بدرجاته وانواعه، درجه اولى ثانيه ثالثه. ده في اسم السوق روبستا. واخد بال حضرتك؟ بنحط له حاجه اسمها ارابيكا. الارابيكات دي هي اللي بتطعم البن، اللي هي البرازيلي، الكولومبي، الحبشي. ده بيبقى سعره غالي. طب ثواني بقى، عرفت اسرار الموضوع ده ازاي؟ اصل مش قصه جبت واشتريت رحت القاهره ودقت كذا نوع بن، وكل نوع ادوقه القاه مثلا ده حلو بنسبه 10%، ده 20%، ده 30%. اجي عند 10% اقول له انت مخلط ايه مع ايه هنا؟ انت مخلط ايه مع ايه هنا؟ انت مخلط ايه مع ايه هنا؟ لحد ما انا وصلت للتخليطه ان انا حسيت ان انا لو ظبطت من ده على ده على ده هاخد تركيبه حلوه. والحمد لله برضو يعني انا ما دخلتش اقتحمت السوق على طول، في ناس اصدقائي بيشربوا بن كتير، فانا دوقتهم البن قبل ما افتح المحل اصلا، قبل ما ارفع الباب. بقى بتعرف تميز زي ما بيقول. ارفع الباب كده واقول يا رب. رحت دوقت ناس اصدقائي يعني شريبه بن على تمام، يعني ناس محترمه دكاتره وناس. لسه هقول لك، هل شرب البن مزاج؟ اكيد اكيد. وبعدين اصحاب المزاج العالي هم اللي شربوا اي حاجه ليها كافيين بيبقى ليها يعني مؤاخذه. في ناس مش بتشرب بن خالص، لكن كوبايه الشاي عندها اساسي. الستات الكبيره وكلام زي كده، لكن كوبايه البن دي، البن ده في الدم بيبقى. لان ما بيحبه او اللي يتعود عليه خلاص. مفيد جدا صحيا، مفيد جدا صحيا، لان مفيد للقلب ومهضم وصحي عن الشاي والله. لذا تلاقي العرب دايما لما بياكلوا ما هي الاكله اللي بياكلوها بتوع دبي والامارات، ايوه الكبسه، لازم براد البن جنبيهم. لانه مهضم.
مهضم، برغم انهم بياكلوا لحمه ضاني كتير ما تقومش تخان لانها بتزيد الدهون والكوليسترول في الاكل في الحال. طب ليه ما نجيبهوش مطحون ونخلص يعني؟ لا ليه؟ لا، لما بيبقى سليم زي كده بيبقى محتفظ بزيته، نسبه الزيت بتاعته فيه قاعده من جوه. لكن طالما انا طحنته خلاص انا فرتكت الزيت بتاعه والريحه اللي انت بتشميها. يقول لك الفلفل الاسود، احنا نعرف ده عن الفلفل، يقول لك اطحن على القد علشان لا يمكن. البن ده عايز اقول لك البن ده زي الطبيخ، لو بيض طعمه يروح. يعني مثلا المفروض بتطحن كل قد ايه؟ لا بطحن، لا انا بطحن يوم بيوم شغل المحل. يوم بيوم شغل المحل. يبقى طازه. يبقى طازه. انا لو كمستهلك او ست بيت المفروض كل قد ايه يعني؟ الكيس ده صلاحيته مثلا. الكيس ده بص يا حضرتك، بص يا حضرتك، واخد طبقتين، واخد طبقتين، طبقة خارجية عشان مدة الصلاحية للفنادق والمراكب والقهاوي اهي، وطبقة داخلية ورق الزبدة بيحفظ زيت البن. لازم لازم بص حضرتك، زيت البن، طبقة داخلية اهي تحفظ زيت البن. لا علشان ممكن بقى معلومة من خلال انا احفظ الكيس ده بباب الثلاجة، احطه بباب الثلاجة يقعد معايا سنة كأنك واخده مني النهاردة لو حطيته بباب الثلاجة. بس احنا الحمد لله وفضل الله ما حدش بياخد عندنا سنة. دلوقتي يعني انا علشان اخد احلى طعم مثلا هل اجيب على القد بحيث انه يوم ما يقعد معايا شهر مثلا؟ والله حسب شربك. انا عندي يعني المفروض يبقى طازه، انا اللي فهمته كده. فمثلا انا بشرب يعني بحيث ان انا ما اطولش المده. لا 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 لا، ما هو طبعا احسن انك ما تطوليش المده. يعني مثلا مشروب خلال اسبوع، خلال 10 ايام، 15 يوم كانك واخده البن من عندي النهارده. اكتر من كده هيشرب بس هيبقى طعمه مغير. اي حاجه، اي حاجه بتلاقيها بتتركن في البيت بتغدغد بتخزز بتقدم بتاع. لو تعرفنا عليه يعني هل المكنه دي هي دي؟ المكنه دي هي دي، ده مكن هنا بيتم تصنيعه في مصر، مكن بيسموه بلغه السوق مكن بلدي. ده احنا بنجيبه هنا لان اعطاله بنقدر عليها بتصلحه هنا. بتصلحه هنا، لكن المكن الحديث، في مكن حديث كتير في السوق بيديني انتاج احسن وانتاج اوفر، بس المشكله ان المكنه لو عطلت انا هقعد جنبيها. فطبعا ده مش ذكاء مني ان انا احط نفسي اخبط نفسي في الحيطه ان انا كده بتتعب شويه زياده. بالظبط كده بالظبط. وبعدين المكن الحديث اللي نازل الالات اللي من جوه فيه عباره عن حجر، الحجر يمتص زيت البن يغير طعمه، لكن دي الالات اللي من جوه حديد، الحديد عمره ما يمتص زيت البن، يفضل البن بريحته وطعمه. بالتالي انا هجيب مكن حديث بس هخسر الزبون. فبرضه الموضوع ليه ابعاد وليه دراسات بيستوعبها. لسه عايز اقول لك، لسه عايز اقول لك بقى، انت ابعاد ودراسات وحسستني الموضوع كبير عزيز. لا ما طبعا فنجان قهوه يا جماعه اتضح ان احنا بناخد. لا 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 لا، يعني انا مثلا النهارده لما بجيب شاب اديله قرض ببيت 1000 ولا 200000 اقول له اعمل مشروع وهو ما عندهوش فكره عن السوق او ما عندهوش فكره عن صنعه اتعلمها، يبقى انا خبطته في الحيطه. لا لازم الاول اخده احتويه اشوفه هيعمل ايه، ناوي يشتغل في حاجه اطور امكانياته واطور بتاعه وبعدين اديله القرض يعمل بيه مشروع. لكن انا احنا بنطحنه مثلا مرحله اولى وطحنه تانية ولا لا؟ هي طحنه بسرعه خلاص. لان ما بيبقى ناعم كده ما يمشيش في المكنه، لازم يبقى حب عشان يمشي في المكنه. لا لا، هل احنا بنوصل بيه لدرجه انه يبقى ناعم قوي كده ولا في حاجه اسمها بن خشن؟ انا من خلال دي بتحكم في درجات الطحن. ده البن الاكسبريسو ده بيشرب في الفنادق في اللوبي بار والكافي شوب، ده اسمه بيسموه بن فلتر، بن فلتر بيتحط على المكنه كده بتاعت البار. لكن التركي ده اللي بيتعمل في التنكه عندنا في البيت. وكل 90% من الشعب المصري بيفضل ده التركي. استاذ حمادة، لو قلنا التلقيمه المظبوطه لفنجان القهوه قد ايه بقى؟ حسب كثافه البن، يعني البن الغامق. ده احنا موضوع كبير. ليه كثافه، الكثافه دي بلاحظها لما بعمل كوبايه البن، بشوف الوش قد ايه من فوق، الترسيب بتاعه قد ايه. البن الناعم خالص خالص ما يعملش وش، يرسب على طول لانه ناعم خالص، يسقط في اللي في الارض. بالظبط، هو ليه درجه. بص كده حضرتك، انا مجرد ما زحت بصباعي كده راح هو عمل كور على بعضه، شايف الكور دي زي الدقيق.
واخد بال حضرتك؟ انا بزيح بصباعي شاف الكوره بتتلم، لو هو علميا مش ناعم خالص مش هيتلم يعمل الكور دي على نفسه، لازم يبقى ناعم كده. هو انه الاحسن؟ لا هو لا. هو يعني قبل الناعم بملي، باقل من الملي كمان، ليه درجه، ليه درجه في الطحن، والناعم خالص يرزح. يعني هل ده احط منه معلقه، ده احط منه نص، يعني انا المقدار؟ الموضوع ده بتاع المواطن، بتاع الشرير. في واحد يقول لك بن تقيل، اعمل لي واحد بن تقيل، واحد يقول لك لا بن خفيف. ليه ساعات المظبوط معلقه ونص؟ يعني ليه ساعات مهما نحط يعني معلقه ونص؟ طب لا ده احنا بنعمل اثنين وممكن اثنين ونص، ومع ذلك ليه بينزل يعني بيترسب تحت؟ لازم هيبقى في نسبه ترسيب، بس تبقى نسبه ترسيب بسيطه، مش هلاقي الوش كله نزل تحت. انت شربت البن دلوقتي، شربت خدت شفطه والثانيه والثالثه والوش قاعد لغايه اخر لحظه، لازم يبقى في نسبه ترسيب. وبعدين اصلا انا عندي ايه بيق؟ بص الكوبايه انا جايبها ليا انا عشان اشرب هنا، عايز انا اشرب كوبايه ازاز، لكن الكوبايات الورق دي مش بتوريني العرق اللي بيستند عليه الوش، في عرق بيستند عليه الوش انا بعرفه من حبايه البن اللي جاياني اذا كانت دسمه او خفيفه. الحبايه الصغيره دي الخضراء بتبقى دسمه، انا عايز دي مش عايز الكبيره، دي بتبقى نسبه الكافيين فيها اعلى وبتبقى احلى في الطعم، الحبايه الصغيره. الحبايه الكبيره لا ما يغشنيش، واخد بال حضرتك؟ كوبايه القزاز دي عندي عشان انا اشوف ايه نسبه البن، حطيت معلقه ونص، رسب قد ايه تحت واداني وش قد ايه، اغيب واعمل الكوبايه ان شاء الله ما اشربهاش بس اتفرج عليها. قولي الطريقه بقى، اشرح لي دلوقتي كانك بتعمل لنا. انا هعمل لك، انا هروح احنا هنتنقل للمكنه هناك ونشوف. المكنه اللي هي مع نفسها بتعمل لكن بقى. احنا كست البيت اللي هي بتعمل التلقيمه العاديه، لما تحطي البن في التنكه في البيت لازم تستني الوش يقلب في التنكه، مش اول ما الوش يطلع اكبه يبقى البن ما استواش. البن ده هما بيقولوا لازم ما يغليش. لا ما هو ما يغليش، ما هو بصي كوبايه البن التركي دي هي عباره عن فكره ان انا بعمل بن بسلقه في لحمه محمره، لحمه مسلوقه، لحمه مشويه، لحمه انا بسلقه في الميه والتنك، لازم لما يرفع الوش معايا مش اول ما يرفع اكبه، لا يرفع لم اربع جناب كده، اول ما تلم من اربع جناب انت تقلب الكوبايه، تعرف ان البن استوى، لو انت ما استنتيش البن يستوي في التنكه واخد بال حضرتك اللي هيشربها هيقول لك البن وحش، مش هيجيبها فيك انت اللي عملت كوبايه البن، هيجيبها في انا اللي اديت لك البن. ممكن تزعل دلوقتي. انضف بن يشرب اللي بيتعمل على الرماله، عشان الرماله دي نار هاديه، فالنار الهاديه دي سواء الوش طلع ما طلعش البن بيستوي براحته. لو سلكت اللحمه في الحله البرسو تلاقي طعمها وحش، استقيها في الحله العاديه تلاقي طعمها حلو. والله. زمان كانت من مقاييس ومعايير انه يتجوزوا البنت دي او لا انها تعمل فنجان الاول. ايوه شفنا كده في المسلسل زمان. لا زمان، لكن دلوقتي عاد خلاص كله ما بيعرفش، كله اوتوماتيك وفول اوبشن والفيس والنت والدنيا. وبعدين لو خلوا ده معيار انه يتجوزوها اولا ما حدش هيتجوز. ما هيقول بس المظبوط مثلا يبقى معلقه سكر، معلقه ونص بن ومعلقه سكر زياده، بيبقى معلقتين سكر ومعلقه ونص بن، ده بالنسبه للبن. يعني البن الخفيف اللي بره ممكن تحطي ثلاث معالق والكوبايه تطلع مش حلوه. بعد انت بقى ما خفتش ان الناس تقبل على الجاهز، كياس البن الجاهزه ويبقى طول ما المنافسه موجوده يبقى انا شغال الحمد لله. طول ما انت عايزهم هنا. عايز يبقى في منافسه، لان انا لما بكتشف ان حد جه قال لي والله يا حماد انا اخذت ربع بن اسمه كذا كذا من بره فعجبني، اروح اقول للواد روح هات لي تمن منه. عشان ادوق اعرف. اول ما بعمل كده بعرف ان ده مزود نسبه كذا، اروح اقول له جبته بكام؟ يروح يقول لي ب 50، اقول له اللي عندنا ب 35، فرق 15 جنيه في السعر، هات ال 15 جنيه واجيب لك زيه. ما هي كده الزبون كده اصله، واخد بال حضرتك؟ عايز يوفر وعايز نفس المنتج او الحاجه الحلوه. فدلوقتي طبعا مع غلو سعر البن بقت المعادله صعبه، بس برضه المواطن في الاقصر بيدور على الحاجه النظيفه والرخيصه. اكتر حاجه اقبال ايه؟ هو عندك. انا كله شغال عندي الحمد لله، بس اكتر حاجه الساده الفاتح. لان الناس بتحب تشرب مش من مين لده قوي، هو تقريبا ده صح. هم اغلب بتوع القاهره اللي عايشين في الاقصر بياخدوا الغامض.
90%. تمام. طب انت بقى ايه بتحب ايه؟ السادة الفاتح. لان السادة الفاتح احنا هنمشي وراك. كل القهاوي بتشرب السادة الفاتح، اللي عايز محوج ده بيبقى للبيت، واغلب شرب المحوج الستات. انت شايف ان الستات عندنا هنا قد تكون زي الرجاله واكتر، خاصه في القرى والبيوت القديمه، ولكن الست لازم تبدا يومها بفنجان؟ لا مش كله والله، والله مش كله، مش كله والله، بس في ستات كتير في القاهره، يعني ممكن هنا كل 10 بيوت تلاقي بيت فيه بن، لكن في القاهره كل 10 بيوت تلاقي بيت واحد ما فيهوش بن. اساسي البن في القاهره واسكندريه اساسي. أساس. انت شايف، نختم كلامنا باني البن من المشروبات التي ان شاء الله لا تنقرض. لا ما شاء الله مش هتنقرض والله، وانا من خلال قنواتكم حاجات حديثه اني اقسم بالله، مش عشان انا صاحب محل البن صحي عن الشاي، البن مهضم، الشاي يعمل عصر هضم وحموضه ويضيع نسبه الحديد اللي في الاكل. الشاي حتى الدكتور ينصحك يقول لك اشرب الشاي بعد الاكل بساعه بساعتين. دلوقتي في منتجات تانية شبيهه بالبن، كله بيجيبها وثلاثه في واحد، يعني لا حاجات كده. لا دي فيها كريمر وفيها مكسبات طعم وفيها حاجات، ولذا اللي بيتعود عليها بيدمنها، بيدمنها يعني. لكن ده صحي، البن الساده ده صحي. وكوبايتين في اليوم صحي جدا، مفيد للجسم وعضله القلب، مفيد للقلب، مفيد للهضم وكل حاجه صراحة. بصوا انا بعد حديثنا مع الاستاذ حماده حسيت ان البن ده حاجه برضه هو عنده ما شاء الله عليه، يعني حس تسويقي، فانا يعني مثلا خلاني ايه، لا طب ما انا اخليها عاده يوم. انا برضه هقول لحضرتك حاجه، مهما الواحد يشتغل في اي حاجه، المنتج الكويس هو اللي بيسوق نفسه، هو اللي بيجيب الزبون. الزبون النهارده مش حمل انه يضحك عليه مش مؤاخذه في جنيه ولا 5 جنيه، لا هو لولا ما بيدخل وعارف ان حاجه كويسه لولا ما بيجي يشتري. بس انت ما شاء الله يعني سمعتك سابقاك، فعشان كده ربنا كرم بإذنك. انا هوريك بس ازاي بعمل الكوبايه دي والوش والترسيب، بس نمشي الناس دي. حماده النهارده زي ما شفنا كده شرح مفصل عن البن، اقول بن ولا قهوه احسن؟ بن. بن. عن مشروب البن اللي زي ما قلت موجود في بيوت كتير عندنا هنا في الصعيد، بنحب كده ان احنا نشربه خاصة في فترة الصبح، بيدي يعني نشاط وحيوية، وبنستمتع كده باليوم لما يكون من خلال فنجان قهوة. مظبوط. بنشوفكم دايما في حلقات وحاجات مميزة في بلادنا في برنامجكم ملامح.